Army sniper in Afghanistan? You know, he grew up around here, and I bet someone with his skills is still alive. We should try to find him. السلام عليكم حياكم الله. اليوم حلقة جديدة من State of Decay 2. طبعا امس لقيت حل مشكلة Daybreak والفلوس حقتهم البرستيج، تمام؟ وحل بصراحة اسطوري، خلاص انهينا. فتحت كل الاسلحة وفتحت كل المباني حقتهم الخاصة، يعني كل مبنى مميز له مواصفات خاصة فيه، وما شاء الله يعني صار عندي 99,999 برستيج. إذا حابين أشرح لكم طريقتها إن شاء الله رح لا تنسوا تحطون لايك وتكتبون في الكومنتس. إذا لقيت لايكات كثير وتعليقات إن شاء الله رح أنزل عنا فيديو. إذا ما لقيت اعذروني، صارت تعب حالي حتى أنا، يعني أجلس أجهز وقصقص وزين الفيديوهات. إذا ما أنتم مهتمين خلاص لا تسووا لا لايك ولا تعلقون، أوكي؟ عادي، أو عادي سووا لايك إذا عاجبكم الفيديو، بس لا تكتبون في الكومنتس. فإذا حابين أن أرسل لكم أسوي لكم مقطع، اكتبوا في الكومنت أنكم تبغوني أنزل طريقة توفير البرستيج، فلوس البرستيج 99,999 زائد أنه يفتح لكم كل الأسلحة في الدي بريك وبعد في الكوميونيتيز حقتكم، أوكي؟ طبعا أمس في الحلقة اللي قبلها قتلنا البليك هارت وفتشت المبنى خارج التصوير، لقيت كتاب الكمبيوتر، اوكي؟ يعني الحمد لله يعني لقينا اهم كتاب في بدايه الجيم، واللي هو يطور لنا شو اسمه، يطور لنا شو اسمه الكوميونيكيشن، تمام؟ وش اسمه، راح قررت اني راح احطه على شو واحده من الشخصيات باذن الله. كل هذا راح تشوفونه في فيديو اليوم، يلا اترككم مع الفيديو. وين بروح؟ يا الله شو بعده؟ السيارة تتحرك ولا لا؟ ما أدري والله السيارة تتحرك. شت 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 شت. أوكي خلي السيارة تقعد، نقدر نطلب، خلنا نطلب الرادو سيارة وزرد فان. يلا. I need a lift. Can you send a car over? عندي influence. أوكي يلا نشوف. وات ليش هالبعد؟ وزرد فان نقدر نجيبها بخمسمية influence. اوه كم باقي عشان اخلص في سكريمر وراي هذاك هناك. قالي كم تقريبا بعد؟ يهو لف كذا. Keep you quiet. He's screaming في هذا بيرل. يلا. وأخيرا وصلت. أوكي. أوه هذا أول مرة أشوف المزروع هذا، غريبة. تمام. أوكي خلاص. سبع أماكن تتفتش. Yeah, I better sort through this stuff real quick. Okay, ما في أحد. يلا خل نلوت. Found it. بس هذا هو. You found. وش found؟ وش لقيت؟ I was hoping for more. باقي خمسة أشياء تتفتش فوق هناك. We're secure. Okay, ما في zombies. Must be my birthday. Oh. There's a ton of 50 cal rounds here, but no rifle. 50. Sorry to hear that. Wow. I guess the Eagle Eye didn't make it. I'm not so sure. If his rifle's gone, he might still be out there. He might be out there. Inshallah, Al-Gala. Inshallah, Al-Gala. Inshallah, Al-Gala. Inshallah, Al-Gala. يا رب ألقى القناصة حقته. Strip clean. ما في، ما لقيت القناصة. حلو اللي لقيت شو اسمه. Eagle Eye probably kept his rifle with him.
I need to find out what happened to him after the outbreak. بس خلاص. هذا. Hello over there. لوين هلا والله إياك. كنش إيش لابس؟ هلا. أشوف إيش عندك. Trade. I don't see why not. Chemistry مهمة جدا. أنا محتاجة chemistry. تمام. إيش بعد؟ Fuel. هذا بعد. حلو بعد. هذا مود زين. هذا يزيد المورال. في غاز. وفي روك ساكس. ما أحتاج هذيلا. اللي يحتاجه هذيلا وال الفيول. ما عنده شيء ثاني. خلنا نأخذ هذا المود. That's a lot to carry around. مش مهم هذا. C4. What? 700 بس كثير والله 700. ناخذ ركساك هذا وهذا. ناخذ ركساك ثاني بعد. ما اقدر اخذ. خل اسوي الدروب هذا. اوكي راح ارميه. ناخذ واحد ثاني. وارميه. واخذ واحد ثاني بعد. لا ما خلنا ناخذ هذا. يلا كذا كل هذا اويل. بنزين عندنا. تمام. كم في ركساك؟ في 2 ركساك و وفيول. يلا عادي فود ان امو. قالت ليش شريتي كل هالخرابيط؟ اوكي الحين نشوف المهارات حقته. ايش عنده مهارات؟ عنده ثنتين نوصل لفلن. خلينا نشوف وش هي. اوكي باك باكر ولا باور هاوس. ريسورسفولنس. اكيد باك باكر هذه لانه ريسورسفولنس حطينا له. افضل يكون هذول مع بعض. ايش فيك؟ باور هاوس راح اخلي واحد يصير مره قوي عشان يصير هو يستخدم الميلي. شوف طيب وش عنده من هنا. اسولت ولا جان سلينر. بعد جان سلينر هذه راح اخلي هذه جان سلينر. هذه يخليه يقدر يقيم يقدر يسوي ريلود بسرعه. وهنا راح اخلي باك باكر يعني يقدر يشد اشياء اكثر. تصور. اوكي تمام تمام. يلا خلينا نبدل الشخصيه. جيب اغراضنا الباقيه. Good to see you're still upright. It's time for my break. You're on the clock now, Amigo. اوكي الحين في جاجرنات جنبنا. من راح يكون كيمستري؟ الكيمستري مهم جدا لازم نطوره بعد. لازم نطوره لازم نطوره مهم جدا. اوكي هذه خلاص حطيتها الكمبيوتر. يلا خلينا نروح نشيب الغراض ونرجع. راح احرك السياره بس خاف يفجرها الجاجرنات. شو عندي سلاح؟ خلينا نروح نجيب الجاجرنات. كلام طيبين. يب شكلي راح اجيب الجاكرنات. ان شاء الله ما نموت. ان شاء الله ما نموت لان ما عندنا والله اسلحه جيده. راح ارجع للبيس. شهد 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 شيت 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 اف. انحاش انحاش. وين اراوغ؟ وين اللي راوغ؟ تعالوا منكم اللي ينفع. والله
أدري ليش ماني عارفة أتحكم فيها. وال إنفيرمري. Okay. اوكي اقدر اقتلها واقتل اقدر اطردها واقدر اقتلها واقدر اني اعطيها العلاج. Come on, we've lost too many good people already. This better be some strong stuff. كنت اقدر اقتلها مصيبه والله ما حسبت في خيار زي كذا. تمام شو حاطين ورد عندها يسن ولا من اول محطوط من اول. تمام حلو. الحين شوف الوضع كيف. بس عندها انجري. اوكي يلا خلنا نخلي هذا يتحرك تروح تجيب الاغراض وتجي. يلا شويات ورجعت لكم. حسن شيء غبي اللي حصل بس يلا. طيب الحين في مهمة مطلوب مني اني اروح انقذ في مواطنين هنا. I should be there in no time. محتاجين كلمة يقول ميشن. ما ادري ايش حكايتهم بس اشوف ايش عندي هنا. يعني عندي الشوتجن عندي هذا. باخذ واحد معاي باخذ احد معاي. مين معاي؟ ايش تبون؟ مشكلة بس كاتبين لي ميشن بس ما ادري ايش يبون. I didn't expect to find him like this. صاير وات ميتين. نو ايش اللي ذبحهم؟ صيبة ميتين ايش اللي ذبحهم؟ Go search the doorway. إيش doorway's hardware for the person who killed the في أحد ذبحهم. وين الهاردوير؟ لحظة أشوف. هذا هو. أوكي لازم ألحق الخط. يلا خلنا نروح نشوف. أول مرة أسوي المهمة هذه. يا زين ستيلت بصراحة عجبت أحسن مها أحسن شيء في اللعبة بالنسبة لي. إذا كنت وصلت لفلت بالستيلت تقدر تسوي كل شيء. تفتح الباب تتحرك بسرعة دون ما تزعج أحد. هذا هو هذا اللي ذبحتهم. يقول أنا معجبة أنس كيف أخذتي كل الريتورز. We could use your skill. يعني قلنا بنسوي له ريكروت. There is no place in the town for someone who like you. Take a hint and move. هذا ما ادري ايش سوت بالضبط. What do you want? تسألني ايش تبين؟ اوكي راح اشوف احنا المجتمع حقنا كم فيه. عندنا 2 اسرة يلا خلينا نضيفها. شوف اذا كانت مواصفاتها حلوة راح اسوي لها ريكروت. Oh, I like that idea. Follow me. I'll show you our place. تعالي. هاي خلوت بالمرة. فيها شيء سلبي. تمام الحين زي ما قلت لكم راح نكلم شو اسمه الريد تالنت خليهم يجون. داي بريك. أول شيء راح نقول نبغى ريكروت واحد. كم عندنا؟ إلهم عندنا خلينا نجيب موارد عشان نسوي. We're interested in making some trades. Can you send someone to meet with us? Of course. We always have time to support our valued allies. يلا يا ريد تالنت خلينا نشوف قوتكم. Hello. تعال. We're open to a swap if you are. Okay. هذا اللي عنده. أوه. شوف إيش عنده. عنده شنطة. تمام. 8. هذه حلوة. Okay. عندي فلوس كثيرة. راح آخذ كل اللي أقدر أشيله. راح آخذ هذا وهذا. مودات مهمة. Okay. الحمد لله وصلنا البيس. شرينا كل اللي عنده. لا زال معاي فلوس. حصلت 99,999 حصلت. Okay.
والإلى الآن قاعدة أصرف طرفهم ما خلصوا. أوكي والله ما خلصوا مليان. أوكي راح أحط لي واحد كيمستري بس مين باقي؟ نجيب لنا واحد ريد تالنت وخلاص، بعدين نبدأ نشتغل على الانتقال للبيس الجديد إن شاء الله في الحلقة الجاية. أوكي يلا بسم الله، خلنا نغير الشخصية وش نشوف وش عندنا من شخصيات. هذه أقدر أضيف عليها بس كنت أبغاها غاردنينج. هذا خاص كمبيوتر بس ليش ما لفلت إلى الحين؟ ميديسن أوكي. هذا تطوير مطورة أوكي. حلو حلو. ميكانكس يعني هذا راح أطوله الميتل وركر وهذا يخليه زي ما هي. لحظة لحظة، بما إنه يلفل خلنا نطلب الريد تالنت. راديو. داي بريك. ريكروت تالنت ريد تالنت داي بريك ولا ريد تالنت سولجر. خلنا نقول ريد تالنت داي بريك خشين عشان الزي حقه. هذا بس الفرق إنه في زي لابس ملابس حقت الداي بريك. Our team could use someone with real training. Have any agents we could recruit to join us? Absolutely. We have a nearby agent who will respond shortly to your request. Taz, الحين راح يجي agent. خلنا نشوف الماب. وينه؟ بشوي يجي. Anybody calling for a trained ass kicker? أوه، شو هذا هو؟ تمام تمام، يلا شوي نروح لك. إيه. تعال وين رحت؟ روسا روسا وين رحت؟ اهو تعال. You're still on your feet. Yeah, you take the lead for a bit. Fire in the hole. Okay. نطلعهم من البيت. قاعدة في البيت ولا تأثرت. ويل شو هذا؟ والله يضحكون من جد. هايين هلا والله. Hey, how's it going? هايين والله حياكي. Here I am, as promised. Okay. Thank you for responding quickly. يلا تعالي مع البيس. احنا الحين راح نقتل شو اسمه، نقتل كل البيلوت، احنا نقتل كل اللي في طريقنا الانفكشن هذيلا بعد. يلا تعالي خلينا نشوف شو مواصفاتك. Welcome to our little slice of paradise. اوكي 500 ممتاز. يا بس يا وش اللي بس يا؟ Okay people, time to fight. اوكي You're on the clock now, amigo. We need a bigger place to live. Logistics, logistics. وشو هذا؟ أول مرة أشوفه هذه. Shotgun. Joe, we're under attack here at base. Two bed used. كيف two bed used؟ ماني فاهمه. Locking low, motherfuckers. It's time to regulate. Red Talent Construction. Hey, how's it going? عندي أكثر ما عندي هو ال Red Talent. It's your turn. Incoming wave. Eyes up. بس في أكثر ما عندي ال Construction. حتى عندي كتاب له. And gotta take. Hey. تمام تمام الحين بس يشوف ايش صار على البيس. خلص لازم. وات سالب اثنين. ويل شكلي بطردها هذه، اخذه مني اثنين وما اوف اوف جاني بلوتر الحمد لله اني اجي بعيد. دخل جوة البيس. Like that? I'm
glad that's over. هذه تستخدم day, right? التالنت هذه تستخدم اثنين سرير. Hey you. اوكي راح اغيرها واطردها من البيس. اخذ الاغراض اللي معاه وش اللي معاه هاتي. اوكي. لحظة اشوف اقدر اطلب ريد تالنت. اقدر اطلب واحد ثاني هنا. هذي راح اطردها. اوكي ما راح تقعد عندي لان بصراحة تاخذ زي ما انتم شايفين هنا تاخذ سريرين اضافية. واحنا عندنا كم عندنا سرة اساسا؟ عندنا 4 سرة وعندنا 2 4 5 6 عندنا 6 اسرة. احنا عندنا 6 اشخاص. هذي اخذ 2 غير السرير حقها فاهمين؟ مكلفة جدا. طيب شوفوا مواصفاته غير انه بعد هنا شوفوا. والله انه مواصفاته كلها ايجابية. هنا. Two beds use max materials storage. ما نبغى الستورج. ستورج مو مهم. اي مو ستورج مو مهم الستورج لان راح نجيب السيارات. Light carrying capacity. ماتشي لايت كارين بس تزيد 10 لايت كارين. اوكي 50% الويتس تزيد حقت كل الناس معقولة. مورال زائد مورال 5 6 قصدي. ستاندين ريورد عادي بس الأسرة هذي قاعدة 2 محتاجين. ميتال وورك وات. طيب عندي انا شخص ما احتاجك. ما احتاجه راح اطردها. ليش ما اقدر اطردها؟ يب ما اقدر اطردها. اشوف عليها هذه علامه. Hey, a friendly face. اقدر اسوي له كانسل لو هذه. يلا مع السلامه. صراحة ما سرة ما أقدر عندي ما عندي. I hate to see you go, but it's time. You know, I didn't think I could dislike you anymore, and yet. يلا في أمان الله. أنت أخذت لي سريرين، شوفوا الحين عندي الأسرة، شوفوا. زايد واحد، فاهمين؟ لها مكان، لها مكان وأخذه، يعني ثلاث أسرة. فخر. Hey,